تعالوا مع بعض نعمل كابوريا مشوية بالبصل المكرمل من خير أرضنا. شوية البصل دول هم عدل الكابوريا. معانا ثلاث بصلات حمر أو بصل أبيض عادي، فلفل حار. شوفوا مطبخك رايق ازاي وزي الفل، مفيش كركبة في المطبخ بقى بعمل سمك يا حبيبي، لا خالص الموضوع رايق وزي الفل. كابوريا، بصل حلو قوي، فلفل، فلفلة حلوة، شوية صويا صوص، والمقادير على الشاشة، صورها بالتليفون اكتبها ورايا ست الكل. كابوريا هيبقى لها طعم تاني خالص. الكابوريا دي ما بتاخدش 5 دقايق في النار، عشان كده انا سايبها للاخر، ولكن يهمني كرملة البصل قبل كل حاجة، يعني احضر لها من الاخر. ناخد البصل ده كده، تعالى يا غالي، لا خلاص حبيبي زي ما احنا كده. لا اما انا اقول لك على حاجه، انت برافو عليك، يعني انت دارس مطبخ يعني. يقول لك البلانشة الحمراء للحمه، البلانشة الخضراء للخضروات، البلانشة الزرقاء للسي فود، البلانشة البيضاء للبروكلي، كل الكلام ده حلو قوي دراسه، اما علميا وفعليا ومعمليا اهم حاجه السكينه نظيفه والبلانشة نظيفه، ده اللي يهمني بقى. حلو الكلام. ممكن تكون عندك بلانشة حمراء للحمة والبلانشة دي جواها بكتيريا تعشش السنين، ممكن جايبة بلانشة زرقاء للسمك وجواها، لأن البلانشة لازم تتغسل، وخاصة يبات عليها الملح في حالة استخدامها كتير، عشان وجود الملح عليها فترة الليل بيمنع أي حشرات ويقتل البكتيريا. ناخد الفلفل ده كده. جاوبتك أنا على السؤال ده؟ إنما مبادئ المطبخ وسنة أولى مطبخ، يقول لك البلانشة الحمراء للحوم، ده كلام جميل جدا ونلتزم عادي، مفيش أي مشكلة، ولكن النظافة أهم حاجة بقى أيا كانت المسميات. النظافة ثم النظافة، والمطبخ هو عنوان بيت ست الكل. مطبخك نضيف يعني كل حاجة هتبقى زي الفل. معانا فلفل أصفر. الشكل ده كده. الطاسة بتسخن على النار معايا. مهمة جدا. الله. زي ما هما كده بننزل عليهم بشوية ثوم. شوية ملح. أنا معايا وقت عايز أسخن في الطاسة، فالطاسة دي لازم تسخن، ما ينفعش أحط بصلة مع خضرة مع كابوريا في طاسة مش سخنة. طب ايه اللي هيحصل؟ ياما تقوم لا خالص، على الطاسه ما تسخن لحم الكابوريا هينشف مني في قلب الكابوريا. البصلايه دي البهريز والطعم والخير بتاع البصلايه والكرمال بتاع وكرمله البصلايه هيضيع مني، فلازم الطاسه تكون سخنه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل كابوريا كابوريا مشويه بالبصل المكرمل واحنا مع بعض كده. رقم واحد عندي سكر. الله يا سكر. بحفنة ايدي كده تقريبا معلقة بسقطها هنا. دي مدرسة تانية خالص. شفت الجو ده كده، هو ده. وبحط على معلقة السكر دي يا أم غازي مكعب الزبدة ده كده. تركاية بقى، تركاية بقى لما نحب نشتغل حاجة كده بإيه، بحب. شفت ازاي؟ معلقة سكر وعليها زبدة. وأسيبها على النار تذبح. واطفي النار اللي ملهاش عوزة عشان فاتورة الكهرباء ما تجيش عالية، يعني خليكي برضو مية مفتوحة وراكي على الحوض اقفليها، كهرباء شغالة على الفاضي اقفليها، كل ده طالما ملهاش عوزة. هسيب الزبدة تسيح مع السكر وانا واقف بصص عليها كده من بعيد. وشوية الرز اخبارهم ايه؟ الله، ايه الحكاية دي؟ ايه الجمال ده؟ شفت الرز؟ الف انا وشفها مفلف على نار هادية. أخبار الزبدة ساحت مع الكرملة. ناخد البصل بتاعنا، يلا بينا مكان منزلنا بالزبدة أهو. شفت الجو ده كده، هو ده.
ونفس القصة. الله، مدرسة تانية خالص دي. ها نعم، التفاصيل دي هنعرفها دلوقتي. مخرجنا بيسألني بيقول لي طب بس أعرف وأقدم استقالتي عن الإخراج، زبدة وسكر مع كابوريا، إيه رايح فين بينا؟ هو ده الكلام. هقول لك أنا دلوقتي، أصبر عليا عشان الطعم والتفاصيل اللي حضرتك عايز تعرفها. زي ما هما كده على النار. حلو الكلام؟ معايا شوية صويا صوص، الله عليك، هسيبهم جنب هنا بس. إيه اللي بيحصل هنا؟ السكر، سكريات مع سكريات البصل مع سكريات الفلفل الألوان الغني بأوميجا 3 وغني كمان بفيتامين سي مع الفلفل الحار، كل ده فيه تفاصيل. والنار شغالة مع مكعب الزبدة عشان السكر يتعايش مع بقية الماتيريال. هنا الصويا صوص هتطلع الشقاوة بتاعت كل ده مع بعضه، واحنا بنحطها كده على وش البصلاية اهو. الله، ونسيبها على النار. دي الأمانة عايزة نار كده، وعايزة الشو، وعايزة الجو ده كده. إن شاء الله نسيبها على النار كده شوية ونغلي. البصل بيتكرمل مع الصويا مع الزبدة. حلو، إيه الأخبار؟ ناخد الكابوريا الحلوة دي كده، اللهم صل على النبي، ونسقط الكابوريا دي يا عم الشيف على البصل ده وندخلها الفرن. الله عليك، الله عليك وعلى والدي. انا بقى ببصش الوقت هنا، انا ببص الهدف عندي ورساله بوصلها لكل ست بيت بتتابعني، لكل ام بتتابعني، انك تعملي الكابوريا بطريقه جديده. انت لا معاكي مخرج ولا معاكي فريق عمل بقى بيضغط عليكي بالوقت، دقيقتين، ثلاثة، 40 ثانيه، 60 ثانيه، الجو ده بيفرحني لما بقول 40 ثانيه قال يعني. ال 40 ثانيه دي يا دوبك بس الواحد يفكر يعني ايه. خلصوا، ناخد الكابوريا الحلوه زي ما هي كده. شفت الشقاوة دي كده؟ اه، ترص كده، ترص كده، شفت الجو ده كده؟ اه. لا انت لو قاعد معايا نص ساعة والله العظيم اكلك كابوريا مستحيل تنسى طعمها. عشان بتكلم الصدق زي ما هي كده يا عم الشيف. هندخلها الفرن بقى. خرجنا بقى يقول لي وقتك، عندنا برنامج تاني، مفيش دعوة. زي ما هي كده بالتفاصيل دي كده اهو. الله، كل القصة هنا. هعمل شوية بهريس حلوين كده. البهريس ده عبارة عن شوية فلفل حلوين وهي على النار كده. حلو، شوية ملح صغيرين وقليل من الماء. الله، ونقلبهم على الطاسة دي. عايزة نار هنا، النار لها معنى. وننزل كده الله. هنا بقى تدوقي طعم الكابوريا. حطينا توم في حشوة الكابوريا، حطينا توابل، انت بتاكلي توابل، انا عايزك تستطعمي طعم الكابوريا مع التفاصيل دي كده. يلا بينا ندخلها الفرن مخرجنا، ايه رأيك؟ يلا. خلصت اجري؟ لا، حلوة مهم جدا دلوقتي الكابوريا دي تتحط على شبكة الفرن. عينية اهو، درجة حرارة الفرن عندي 180، مأمن على الفرن. شبكة الفرن تهمني تكون في العلالي بالشكل ده كده. عايز نار مباشرة. بعد للأمانة بعد 5 دقايق من الآن هتلاقي الكفر بتاع الكابوريا ده بيتكلم فسفوري، لون الذهب، يا ذهب. اه
تاني بعد 5 دقايق من الان لو المخرج اداهم لي ورضي عني، هتلاقي الكفر بتاع الكابوريا ده لون الذهب اهو. كفر اللي هو الوش بتاع الكابوريا من فوق. الله عليك مخرج شاطر، هو ده. احنا مش بيهمنا حاجه، فرسان التلفزيون المصري بالكرين بالكاميرا بنخش جوه الفرن عند الفرن وعند النار نجيب التفاصيل. لما نقول الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى، ده كلام مش من فراغ. يلا بينا تعالوا مع بعض. معانا وقت قد إيه مخرجنا؟ راضي عني ولا ندردش شوية؟ لا، شفت بقى قال لي الخبر وحش، قال لي معانا 2 دقيقة. أنا هطلعها بس مش هو ده الكفيل، دي عايزة بالظبط كده للأمانة 5 دقايق 10 دقايق عشان لون الكفر ده ولون الكابوريا يبقى لون فوسفوري ذهبي. ولكن نتكلم عن الرز، لان احنا زي ما قلت لحضراتكم ممكن اكله السمك تكلف فلوس كتير قوي، ما بتكلمش بارقام انا، فلوس كتير. ولكن في الاخر شويه رز جنب صينيه سمك ايا كان نوعه، جنب صينيه جمبري، هيكون المزاج مش حلو. فيا اختي لما تيجي تعملي رز مصري مسلوق بس رز ابيض، بتغسلي الرز مره 2 وبتصفيه من الميه جيدا، ما تخليش فيه ميه، لان لو خليتي فيه ميه وجيتي تسليها هتلاقي الرز عجن منك وكسر منك، وتظلم الراجل البياع او المكان اللي انت جبت منه الرز. شفت المعلومات اللي بقولها دي؟ دي التفاصيل. اصفيه جيدا بمصفه ناعمه علشان الرز ما ينزلش ينزل على الحوض، وفي الاخر بخليه على جنب. عايز اعمله بقى بالطماطم زي ما عملت دلوقتي، اجهز له الخلطه بتاعته والكشنه بتاعته، وفي الاخر بنزل بالرز واقلبه واهد عليه النار بعد ما يبكبك، بعد ما يغلي. دي التفاصيل بتاعه الرز. ليه يا عم الشيف؟ عشان الرز يبقى مستوي حبه حبه بالشوكه كده، تقلبيه زي ما انت عايزه. اما بقى موضوع الماكريل اكله الفقير، لا ما بقاش اكله الفقير دلوقتي، بقت اكله كل الناس الحلوين اللي عايزين اوميجا 3، اللي عايزين ما ينسوش اساميهم واسامي حماتها واسامي الحبايب والجيران، لان اوميجا 3 بتعالج الزهايمر. حلو. ملوش الزهايمر، ملوش دعوه بسن الشيخوخه ولا سن الطفوله ولا اي حاجه. الزهايمر ده الواحد بيجي بنقص فيتامين سي واوميجا 3 وبعض المعادن. شويه الرز مفلفلين وزي الفل. فاوميجا 3 موجوده في السمسم، موجوده في الطحينه، موجوده في الزيت الحار اللي هو بيطلع من بذور الكتان، موجوده في الماكريل، موجوده في السردين بتاعنا بتاع اسكندريه، موجوده في التونه، موجوده في السلمون، مالكوش دعوه بيه، ده سعره غالي. إذا موجود أهلا وسهلا. طب طلع الكابوريا ولا قول لي نعمل إيه يا حبيبي؟ أنا معاك، بس أنا يعني أنا عايز يعني قول لي بس لو معاك 10 دقايق يا شيف والله العظيم أبوسك. ده كده تتحبس فيها دي. أيوه طيب يلا بينا. نطلع الكابوريا بقى وإيه؟ والمعنى في بطن الكابوريا، يعني إيه يا عم الشيف؟ يعني أنا وصلت رسالة، أنا والله خدت اللون الفوق. مش بقول لكم مرزق أم راضية عنها خدت اللون أهي. والله ما حرجتنيش يعني، أنا عارف الكاميرا هتجيب لونها فسفوري يعني. شوف اللون، جيب لي اللون ما تخافش عادي. والله لونها فسفوري يعني. ظهر لوحده، بسم الله، إيه الجمال أهو، باين أهو، باين. بس للأمانة وللمصداقية واللي بيكذب بيخش النار، دي عايزة 10 دقايق في الفرن. حلو الكلام؟ هتاكل اللي تحت وتسيب اللي فوق. طعم الكابوريا نزل على البصلاية المكرملة بالتكنيك العالي من الخبرة. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.